كيكة جوزالهند الجديدة كريمية على الآخر، كثير طيبة ولذيذة وما راح تملوا منها وراح تعيدوها كمان وكمان. وصحتين وألف هنا. بدي زبدة حيوانية 4 ملاعق ونص كبار، بدي أذوبهم بالمايكرويف وأخليهم يبردوا شوي. هيك صارت جاهزة. هلأ بدي أحطها على طرف تقريبا شي دقيقتين ثلاثة، بس بدي اياها تكون باردة شوي، مو جامدة يعني، لكن باردة شوي لانه بدي احط بيض، ما بدي البيض يستوي بالزبدة. بدي 3 بيضات، جبنة كريمية، مهم تكون بدرجة حرارة الغرفة، بدي ملعقة كبيرة، بدي نكهة الفانيليا، بدي شلاكزانا كريمة خفق الهيفي ويبين كريم، بدي ملعقة كبيرة، سكر الإريثريتول أو أي محلي كيتوني موجود عندكم استخدموه، بدي أخذ 1/4 كوب، بدي كمان باكينج باودر، بدي ملعقة صغيرة، وأخيرا قبل الخفق بدي رشة ملح. هاي المكونات اللي احتاجها بالاول، بدي اخفقهم على سرعة عالية. هلا بدي دقيق جوز الهند 4 ملاعق ونص، هاي الزبدة تقريبا صارت باردة شوي، هلا كمان بدي اضيف 4 ملاعق ونص، هلا كمان ارجع اخلطهم لحتى كل المكونات يتجانسوا مع بعض. هيك صرنا جاهزين. هلا بالبايركس او باي قالب متوفر عندكم بدي احط الخليط، هيك صرنا جاهزين. هلا الى فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 175 من 20 ل 25 دقيقة. طبعا بالحالة الطبيعية ممكن بس تحطوا عود الاسنان، اذا طلع نظيف بتكون جاهزة. عندي شوية قطر كيتوني، شربات، عسل، شيرة، له اسماء كثيرة. نحن طبعا مسوين اكثر من وصفة على القناة تقدروا تشوفوها. بدي اسخنه شوي، بس يبدأ القطر بالغليان اطفي عنه النار. هاي الكيكة هلا وهي حارة بدي اعمل بها هيك شوي تقطيعات،
بدي أسقيها بالقطر. بدي أتركها لحتى تبرد تماما. بدي سكر الإريثريتول أو أي سكر كيتوني أنتوا شغالين واستخدمونه أنتوا، بدي واحد ملعقة كبيرة تقريبا. وبدي شلاكزانا أو الهيفي ويبن كريم أو كريمة الخفق تقريبا واحد كوب. وأخيرا أي نكهة تحبوها أنتوا حطوها. أنا عندي نكهة جوزالهند، أحط وأخفق على سرعة عالية. هاي الكيكة بعد ما بردت تماما، وهي الكريمة بدي أحطها فوقها. آخر شيء بدي أحط جوز الهند المبروش على الوجه وإلى البراد، أخليها تقريبا شي ساعتين ثلاثة لحتى تتماسك وتكون جاهزة وأطيب ما يكون. وقرب قرب على الطيب.